السلام عليكم، معكم ماجد عواجب قناة سوبر أندرويد. اليوم راح استعرض أبسط طريقة للتجسس على رسائل واتساب لأي شخص والوقاية منها. طبعا أولا أبري ذمتي من أي شخص يستخدم هذه الطريقة فيما يغضب الله، فهذا الفيديو فقط للوقاية أو الاستخدام مفيد. نبدأ الآن. في البداية نذهب لجوال الضحية، هذا هنا الجوال مثلا مراد تجسس عليه، تفتح هنا بالخيارات من ثم واتساب ويب. راح الآن نجهز برنامج مسح الشريط. نذهب الآن للمتصفح على نفس الجوال، نضغط من الخيارات طلب موقع الكمبيوتر. الآن بعد طلب موقع الكمبيوتر اكتب هنا في البحث واتساب ويب. من ثم البحث نختار هنا أول خيار واتساب ويب. الآن نأتي بالجوال مراد تجسس عليه، مفتوح في برنامج سكانر، ونمسح رمز الشريطي الموجود هنا. الآن هذا الجوال فاتحين فيه من تطبيق الماسح، تجي على جوالك تبغى تتجسس فيه ويمسح الرمز وتنقل المعلومات على الجوال الثاني. الآن زي ما تشوفوا معي جميع رسائل الجوال الآخر، وأقدر أراسل منها وأستقبل أي رسالة بكل أريحية. فهذه الطريقة عشان تتوقع منها تسجل الخروج من الواتساب ويب من الجوال المستخدم عليه هذه الطريقة. نشوف الآن في حال أي شخص أعطيته جوالك أو محل الجوالات تستخدم هذا الشيء، ما عليك إنك من الخيارات تضغط على واتساب ويب نفسه وتضغط تسجيل الخروج من جميع الأجهزة. فأي جهاز مسح رمز الشريط الخاص بك عشان يتبع رسائلك تقدر من تسجيل الخروج تخرج منها، وكذا تنتهي عملية التجسس. طبعا هذا الشيء أساسي موجود خاصية قديمة، لكن أغلب الناس ما تعرف إنه ممكن تستخدم للتجسس. أي واحد تعطيه جوالك أو رمزك مفتوح ممكن يستخدمها عليك. فكان هذا استعراض سريع، لا تنسوا دعمنا في مواقع التواصل الاجتماعي والاشتراك معنا. سوبر أندرويد.